هلا والله، مساكم بخير. وش اخبارك؟ مساكم مرتاحين. عندنا هذا الجهاز من شركه هابنوتيك. طبعا شركه هابنوتيك جمعت لنا اداتين بجهاز واحد، اداه اسبرسو واداه تبخير. فنقول ان شاء الله تغنيك عن الماكينه اذا انت ما عندك استطاعه تشتري ماكينه اسبرسو، فهذا خيار مره رخيص وجميل. فأول شيء بتكلم عن شركة دي الأداة الموكابوت. هذه موكابوت، هذه اختراع إيطالي تقريبا له أكثر من 80 سنة. وإلى وقتنا هذا الحالي هي تستخدم الموكابوت لاستخدام الإسبريسو. فمرة مرة جميل الإسبريسو هي، يعني صراحة للي ما يفرق بين الماكينة وبين هذه الإسبريسو الطعم فبيعتبرهم من جهاز واحد طلعات. طعم الاسبريسو هنا مره جميل، وقلت لكم الى الان تستخدم بايطاليا واغلب دول العالم جهاز الموكابوت. هابنوتيك جمعت لنا اداتين، اداه تبخير واداه اسبريسو. فصراحه الجهاز مره مره يعني بطل وخرافي. انا جلست اجرب تقريبا 4 ايام، النتائج مره مره جميله. يعني عندك اسبريسو وعندك هنا تبدا عند مشروباتك، عندك بلات وايت، عندك كرتادو، عندك كابتشينو، عندك لاتيه، عندك مشروبات بارده تقدر زي مشروبات بارده بالاسبريسو، عندك تقدر حتى انك مشروبات غير مشروبات الحليب تقدر تسخنهم تطلعهم بشكل خرافي بالجهاز هذا. فصراحه انا جربته وقلت لكم 3 ايام، واليوم بجربه قدامكم وتشوفون التجربة. مرة 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 يعني الجهاز خرافي خرافي خرافي، وسعره يعني ترى رخيص مرة. فهذا حق الاسبريسو. هنا تحط شو اسمه القهوة مطحونة، وهنا الموية. بسم الله. طبعا وضع لكم هنا في لفل تشوفونه هنا، هذا حق الموية. موية، حاول انك ما تخليه يصير فوق الصمام لانه راح ينفتح معك الصمام. فحطين لك لفل اللي هو حق شو اسمه الموية، وهنا القهوة. طبعا انا طالعنا قبل، طبعا اخشى من الاسبريسو وانعم من الفلتر، ما ادري عاد هي واضح لكم. وشلون تقدر انك تدري انه قهوتك كويسة او لا؟ يعني الطحنة كويسة اذا خفت عندك المرارة. مجرد ان تخف عندك المرارة الطحنة عندك كويس. طبعا الحين بوريكم كم الوقت اللي يستغرق الجهاز عشان يطلع لكم مشروب كامل وجاهز كذا. الحين طبعا تاخذ 15 جرام، حاول انك بس كذا تواسية. طبعا هنا فيه فلتر. الحين كذا احنا جاهزين. مرة مرة يعني الصراحة غنية عن التعريف الموكابوت. مرة مرة يعني صراحة الجهاز ده يغنيك عن الماكينة الاسبريسو اذا انت، وطبعا مستهدف، طبعا انا استهداف من عندي انا يعني صنفته مستهدف درجة اولى اصحاب المكاتب. مرة خيار جميل ولا تشاور في احد. اذا عندك مكتب خيار مرة جميل، تنفع للسفر صراحة خيار رقم واحد. اذا انت صاحب مزاج وتحب انك انت تصلح قهوتك تنفع للسفر، لانه صعب انك تشم لك ماكينة اسبريسو. فعندنا الحين نضيف الحليب. طبعا عندك لفلات، اول لفل اللي هو شو اسمه مكياتو، بعدين كابتشينو، بعدين لاتيه. كلفل يعني تعريفي، لكن تحط انت المقدار اللي انت تبي، عرفت؟ فبنحط طبعا الجهاز طريقته كالتالي.
هنا ضغط ضغطه ليش اي ضغط مطوله يشتغل لك اللوحه التحكم. اذا انت تبغى اسبريسو تضغط اسبريسو لحاله، اذا انت تبي مشروبات الحليب ف اوريدي بيصير عندك اسبريسو جاهز، بيجهز لك الاسبريسو، بيجهز لك الحليب ويجهز لك اسبريسو جميل. فاذا انت تبي مشروبين، مشروب اللي هو مشروب حليب لا تضغط اسبريسو لانه بيجهز لك بس الاسبريسو. اما اذا انت اخترت مثلا لاتيه اوريدي بيجهز لك اسبريسو. طبعا حراره التسخين اذا انت تبي حراره اقل، حراره الغرفه يسمونه، شوف الحين كذا الحين عندنا اللاتيه هنا يشر، اذا انت تبي على الحراره العاليه بس اللهم تضغط هنا ويصير على الحراره الطبيعيه. اما اذا انت تبي حراره اقل من يعني تبي المشروب شوي بارد اللي هو مشروب الحليب تضغط هنا. كما قلت لكم اذا انت تبي تسخين مع فوم يعني تبي مشروب مثلا لاتيه ومسخن الحليب فتضغط دايركت هادي تضغط مرة ثانية كذا. الحين بيصير عندك حرارة عالية بالحليب بيسخن الحليب. أما إذا أنت ما تبيه يسخن الحليب تضغط المشروب أيا كان المشروب وتضغط معه هذه فيصير عندك إشارتين كلين يتحركن. لا ضغط على اللاتيه بيبدأ يشر هذا، بعكس إنه إذا خليته حرارة عالية تسخين يعني فمجرد كذا تضغط تضغط كذا ما في ما تشتري هذه حقة التنشيط أو حقة التشغيل والتطفية. فالحين بنجربه وبوريكم مش كيف النتيجة مرة خرافية. نبي حنا لاتيه طبعا لاتيه كم مفهوم لاتيه، لكن تقدر تقلل الكمية يصير اللي أنت تبي، تبي لاتيه تبي فلات وايت على اللي أنت تبي. طبعا يجي بالبوكس على مبل، طبعا ياخذ الجهاز من البدايه للنهايه 4 دقائق. يجي بالجهاز مع الجهاز طبعا يجي هالبوكس هذا فيه حقات التبخير او حقات صنع الفوم. في نوعين، في هذا الصغيره اللي هو الفوم فلات يسمى يعني الفوم خفيف، اما الثاني فهي فوم عالي. اذا انت تبي للفوم العالي كم فعل الكابتشينو فتقدر تستخدم هذه أو هذه اللي انت بي، لكن هي تفضيلات وخيار يعني مجرد خيارات محطينها لك فعلى اللي انت تحب. وما راح أوقف التصوير إلى النهاية عشان تشوفون. فعندك الحين هنا جالس يجهز الاسبريسو وهنا الحين الحليب. نبدأ بالتسخين. تقريبا أنا حسبت لها 4 دقائق وكم ثانية، الحين بيقول 4 دقائق كم نوع تشغيل. فصراحة مرة الجهاز خرافي. طبعا مو بشرط إنك تستخدم فيه حلو، تقدر تستخدم فيه هوت شوكليت، تقدر تستخدم فيه كرك، تقدر تستخدم أيا كان. فأنا قلت لكم هو أول فئة مستهدفة، فئة أصحاب المكاتب وفئة اللي بيسافرون واللي يفضل مشروبات الحليب لكن ما عنده استطاع أن يشتري مكينة إسبريسو. تدرون في كم مكينة إسبريسو بالألاف، فهذا مرة خيار جميل جميل يعني. وطعم الإسبريسو فيه يعني مرة كويس، ما صراحة ما توقعت أنه بيطلع بالنتيجة هذه. طبعا تقدر تسوي من اسبريسو مشروبات حليب كامله، تقدر زي مشروبات بارد ايس سبانيش ايس كراميل اللي انت تبي. عندك اسبريسو وابدع، وعندك هنا اذا انت تبي فوم حليب تسخين وفوم. اذا انت تقول لا انا مشروبات بارده تقدر تسوي مشروبات بارده من هنا الى بكره. صراحه مره الجهاز خرافي خرافي، وسعره تقريبا ب 700 وحاجة. ها الحين بدأ الاسبريسو ما شاء الله. طبعا مثل ما قلت لكم
اعتماده على البخار، فمع ضغط البخار يطلع لك من الاسبريسو مو احراق. فاللي كنت بقوله لكم شد الله إلى الله، شلون تدري إذا صار المرارة عالية فطحنتك ناعمة، فلازم تخشن شوي، فكل ما صارت المرارة عالية لازم إنك تخشن عشان يصير المشروب مقبول. وأول ما يجهز معك المفروض إنه أول ما يعطيك الجهاز تشيله عشان ما يبتل يستخلص لك القهوة. ما هذه الفوم حقه عالي، اللي استخدمت حقه الفوم الكبير. بس نقص الفوم. هذا شوية القلب لأن الفوم عالي، لكن اللي حقة الفلات أو الفوم الفلات حقة هذه بيطلع لك الفوم مرة أقل. أنا تو جربتها، هذه أول ما تجربة لي بحقة الكابتشينو، لكن هذه جربتها صراحة مرة جميلة. شفت شلون طلع عندك المشروب ولا أروع. طبعا هذه التجربة الثانية غيرت اللي هو حق الفوم. شوف هذا اللي يقول لكم هذا الكبير، وهنا واضح لكم عاد هذا هو الكبير وهذا الصغير.